عايزين بس يعني يحاول ياكل ماشي، تحاول تاكليه يعني ما تخش في انيميا لانه شكله خاسس شويه، لانه طول الوزن مش قوي. ماشي مع بعض. مستقيمة تزيش الماء. ماشي هتبقى من شرط. انزل بقى انزل. تمام كويس. العشرة ثواني التنفس والنبض كويسة خالص. تعالى تشتكي من اي الم في اسنانه يعني ولا تسوس؟ اول مره تيجي؟ اول مره اجي. نتعرف الاول بحضرتك. نتعرف بحضرتك. بخيت اسعد عبد المجيد. طيب قولي لنا النهارده بقى عملت ايه في منظومه التامين الصحي الشامل الجديده؟ في حلوه جميله بالصلاه على النبي، ربنا يبارك له يا رب اللي عملها. جميل حلوه والله، وخدماتها جميله وحلوه. اما قلت لهم تعبانه اهو، قاموا بيا بصراحه ما سابونيش وحولوني من هناك لهنا. لقيت التحويل بقى سهل الخدمه، الناس بتستقبلك كويس؟ سهله والله، وهم حاطيني على كرسي اهو. جميله والله، ربنا يديك الصحة ويتم شفاك على خير يا رب. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا. نتعرف بحضرتك. طيب يعني عايزين نعرف من حضرتك النهارده وانت موجود في المجمع الطبي بالسويس، يعني ايه رأي حضرتك في الخدمات المقدمة هنا في المجمع مقارنة باللي كان موجود قبل منظومة التأمين الصحي الشامل؟ الدنيا تمام، في نظام كويس، الدنيا بقت كويسة. قول لنا بدأت ازاي بقى وعملت ايه عشان ننصح حتى المواطنين اللي لسه ما سجلوش؟ والله انا رحت البنايل، تمام، حولونا علينا، تمام، فجيت استقبال كويس والدنيا كويسه والناس محترمه. طب ايه رايك بقى في التجهيزات والخدمات الطبيه اللي موجوده؟ لا كل حاجه كويسه. تمام بالشفاء ان شاء الله. شكرا شكرا. بنرحب بحضرتك معانا في اليوم السابع. يعني قولوا لنا حضرتك النهارده عملتوا ايه في منظومه التامين الصحي الشامل الجديده هنا في محافظه السويس؟ لا كويس، التأمين الشامل كويس و... يعني وبكشف حلو كده. طيب يعني انت شفت مستوى المستشفيات اللي كان قبل كده ودلوقتي، شايفه في فرق بين الوقت؟ تطور كويس. طيب قول لنا انت كشفت النهارده؟ ايه رايك بقى في مستوى المستشفيات، الخدمه اللي اتقدمت لك النهارده، الممرضه اللي قابلتك او الدكتوره؟ حلو كويس؟ ماشي بالشفاء ان شاء الله. بحلو.